شفت العارفين يقعد بيسمع قصيدة بيبكي، بيسمع موعظة بيبكي، بيشوف طفل على باب بيبكي، بيشوف هو ما عم يشوف الأشياء، هو عم بيشوف مظاهر عظمة الله في الخلق، عم بيشوف شو هالجلال الإلهي، عم بيشوف بعين قلبه ما نحتاج أن نراه بعقولنا وقلوبنا، عم نشوف شغلة إحنا ما عم نشوفها، بيشوف العظم الربانية الجلال، عم يشوف البطش بلحظة، شوف واحد جبار جبار مسؤول لحظة بيصير بالأرض، وين الجبروت يبكي من هذا المشهد؟ لا لأنه خائف، لكن هو شاعر بعظمة الله وجلال الله. شوف واحد يعني مظهر من مظاهر الرقة بيبكي من رحمة الله، قاعد هيك يسوح ويتنقل بين المشاهد على وجه الاعتبار، ما يقوم من أمر إلا بأمر، وهو بس يقول في قلبه: يا رب تمم لنا الفضل.